الولد ده يا عدلي ابتدى يلفت نظري. والله مش عارف يا باشا اذا كان ده من بخته ولا نقول الله يرحمه. انتوا ايه رايكم يا اساتذه؟ والله يا باشا مفيش راي بعد رايك. لو كان يعني لفت نظر سعادتك يعني نجربه، اذا طلع كويس تبقى مدعيان. اما لو لفت نظر سعادتك بطريقه مزعجه ممكن نريحه ونرتاح منه، ودي اسلم طريقه يا باشا بعد اذن سعادتك. ولما نريحه يا رشوان هنرجع بضاعتنا ازاي؟ ولا انتوا ناويين تدفعوا لي ثمنها؟ ده طبعا لو قدرتوا تجمعوا من بعض المبلغ الكبير قوي ده، ومن فلوسكم مش من فلوسي اللي بتشتغلوا بيها، والا كده وده ما رضكوش طبعا ابقى بضحك على نفسي وباخد من جيبي ده احط في جيبي ده. انا رجالت عينيهم على اللي اسمه حربي وزين ده، ممكن اجيبهم في اي وقت واقطعهم حتت وافرمهم واطلع البضاعه من حباب عينيهم. من حباب عينيه؟ والله كلامك معقول برضه يا رشوان، بس في مشكله. المشكله مش في كلامك، المشكله فيا انا، ان انا ما بعرفش افكر كويس وانا قاعد من اربع حيطان كده. ايه رايكم ما تيجوا نتمشى مع بعض في الجنينه ونفكر بصوت عالي في الاقتراح الوجيه بتاع رشوان؟ نفرم الولدين دول لحد ما يقروا ويعترفوا بمكان البضاعة. احنا نروح ناخد البضاعة وبعد كده نريحهم ونرتاح. مش ده اقتراحك يا رشوان؟ ده بعد اذن معاليك يا فندم، انا شايف ان ده الحل الوحيد. ده انت بغبائك يا رشوان رفضت ترجع كام الف جنيه اللولية بتاعت الخردة اللي اسمها يا اسمها ايه؟ انشراح يا باشا. مش مهم الاسم يا عدلي، المهم اللي عملوا فينا رشوان. ما دي المصيبة يا باشا. هو انت محتاج يا راجل؟ ده انت الحمد لله ربنا يبارك ويزيد. معلش يا باشا المسامح كريم، غلطة غلطة ومش هتتكرر تاني ابدا. اللي لازم يتفرم هو انت يا رشوان، لأنك متهور وغبي. لا لا يا باشا أرجوك، ده أنا الراجل بتاع حضرتك وراهن إشارتك. ما عشان كده أنا مش هفرمك المرة دي يا عم، بس لازم تعرف إن اللي غلط يا رشوان يتحمل نتيجة غلطته. مظبوط مظبوط يا سعادة الباشا، مش هتحصل تاني، توبة وآخر مرة، لو حصلت تاني افرمني سعادتك. عنتر تحت امرك يا باشا. اتصل بالولد اللي اسمه حربي ده، قول له ان احنا موافقين على العرض بتاعه. حاضر. واعرف منه مكان تسليم البضاعه. عزام ايوه يا فندم. اول ما تستلم البضاعه بلغ الموزعين يحضروا فلوسهم ويجي يستلموا بضاعتهم. تمام يا باشا. وانت عدلي توزع الفلوس كالمعتاد، كل واحد ياخد نصيبه الا رشوان، نصيبه يروح لحربي، عمولته عن تسليم البضاعه. بقيه الفلوس انت عارف هتعمل فيها ايه، هتوديها سويسرا في البنك بتاعي الحساب اللي باسمي. ماشي يا باشا. رشوان لو الغلطه دي حصلت تاني انا هفرمك بجد. أشوف وشكم خير يا أساتذة. يلا مع السلامة. استنى عد. عايز عدلي أنا عايزك تجيب لي تاريخ الواد اللي اسمه حربي ده والواد التاني اللي معايا، عايزك تعرف لي عنهم كل حاجة. كل حاجة يا عدلي، بس بعيد عن عزام وعنتر ورشوان. اعتبر حصل يا باشا. إذا كانت الظروف لمت العيلين دول في طريقنا وبقينا قدام أمر واقع، ما
احتمال كبير انهم يشتغلوا معانا. وانا لازم اعرف واقرر هيكملوا معانا ولا دي هتكون اول واخر عمليه ليهم ويانا. يلا شاهل يا بركه قبل الشمس ما تغيب. حاضر يا حربي. الهمه يا رجاله. الله، ولو اتلفظت على حد فيكم هتزعلوا. جبتوا لنا الكلام. حربي في ايه؟ عايزك في ايه؟ مش هنا. تعالى يا ابني فهمني. تعالى بقى هقول لك. بركه قفل ولم الاراضي وحصلنا على القهوه. على ايش يا بركه؟ بتسوقوا على حل يا جدعان. العيش ولا القهوه؟ على مهلك يا زلمه. كيف على وشي يا جدع؟ خش يا حربي. يا عم بطل روشه وفهمني ايه الموضوع. خش هفهمك فوق يا حرب. اطلع بقى. اهدى يا عم زين بقى. الله، طب مش هتبطل يا ابني الجنان ده؟ اه اديني قعدت. مالك بقى في ايه؟ ما تنطق يا ابني. لا اله الا الله. ما تبطل يا عم الخيال الكدابه دي وفهمني في ايه بالظبط. فاكر يا حرب لما خرجت من السجن قلت لي ايه؟ قلت لك ايه؟ قلت لي كل واحد لازم يشوف له سكه توصله اللي هو عايزه. وساعتها قلت لي بس اوعى تكون سكه اللي يروح ما يرجعش. اه انا بقى دلوقتي يا حربي بقولها لك، ما يهمنيش ارجع ولا ما ارجعش. طب ممكن تستهدى بالله كده وتقعد وتفهمني عايز توصل ليه بالظبط يا زين؟ ممكن تسيبنا اكمل كلام يا حربي وما تقاطعنيش؟ ماشي ماشي يا ابن الاشقر كمل. انا ساعتها بقى مشيت وراك وما خفتش ولا عمري رجعت يا حربي، لحد ما انت جيت وقلت لي مخدرات. قلت لك لا، هنا وقف كده خطر ما ينفعش. ماشي يا زين، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وساعتها انت قلت لي ان مش يا عارف. حربي سيبنا اكمل كلامي انا في عرضك. لا حول الله يا رب، لا حول الله. كمل يا عم زين اتفضل. انا بقى حربي بقولها لك دلوقتي، افتح الرابع يا حربي ودوس وانا معاك مهما كان الخطر. المهم اوصل اللي انا عايزه يا حربي. معاك يا حربي. انت ايه اللي حصل لك يا زين؟ في ايه؟ عايز اوصل، عايز اوصل لفوق قوي، ايا كان التمن باي طريقه ومن اي سكه. نفسي ابقى قد كلمه عايز اقولها لدعاء من سنين يا حبي. يا زين للدرجه دي حكايه البنت دعاء مقصره فيك؟ عايز اخرجها من اللي هي فيه. حلم حياتي ابقى انا وهي في بيت واحد، اصونها ورعيها واخد بالي منها. نفسي اخرجها من الهم ده يا حربي. ربنا ينولك اللي ببالك يا صاحبي. وانا عشان كده بقولها لك، افتح الرابع ودوس ما يهمكش من اي حاجه. هيحصل يا زيد، وغلاوتك عندي لا يحصل. عهد رجاله يا حربي. بتمد ايدك يا حربي في ايه؟ مش قبل ما توعدني الاول يا زين؟ اوعدك بايه؟ شوف يا زين، السكة اللي احنا داخلين عليها دي ما ينفعش فيها هزار ولا قلب رهيف ولا عواطف ولا كلام من ده خالص. عشان كده لازم توعدني الأول إنك تهدى وتركز وتعقل وتبطل أمور المعيلة بتاعتك دي. ها؟ قلت إيه؟ اعتبره حصل يا صاحبي. قول لي بقى حكايتك مع البنت الصحفية دي. أماني؟ أماني؟ لا أنا عادي يعني، مفيش حاجة، أنت فاهم مفيش حاجة. ها؟ على زين صاحبك؟ ما تقول ياد ما تنشفش دم. أماني جت؟ جت من شوية ودخلت أوضتها ومن ساعتها ما خرجتش. جوزك ماله؟ داخل بوز وشبرين. إيه اللي أنت عملتيه ده يا أماني؟ آه، هي مدام شهيرة كلمتك أنت كمان؟ أنا ما بتكلمش على مدام شهيرة. أنا مش فاهمة حاجة، أنت بتتكلم عن إيه؟ بتكلم عن الواد الصايع البلطجي اللي كل يوم والتاني بتروحي تقعدي معاه في المخروبة اللي هو عايش فيها. حصلت؟ حصلت يا أماني إنك تعرفي واحد بالشكل ده وتقعدي معاه بالساعات؟ إيه ده يا أكرم؟ هي حصلت إنك تتجسس عليا؟ اسمعي، أنا قلتها لك قبل كده مرة وهقولها لك تاني. لو حالك ما اتعدلش أنا همنعك من الشغل وأقعدك في البيت زي أي بنت محترمة.
وهي اللي بتشتغل في نظرك مش محترمه؟ مش كل الشغل يا ست هانم. اللي تروح تقابل ناس مشبوهه في اماكن موبوءه ده ما اسموش شغل. ده اسمه تسيب وقله ادب. اكرم انا ما بعملش حاجه غلط. انت كل تصرفاتك غلط في غلط. طايحه يمين وشمال وما بتفكريش اللي في نفسك. ناسي ان اخوكي ظابط مباحث والمفروض انك تحافظي على اسمه وعلى سمعته. ارجوك يا اكرم انا مش ناقصاك انت كمان. مش ناقصاني؟ طب اسمعي بقى يا امل، انا لو عرفت انك قابلتي الولد ده او حتى كلمتيه هيكون لي معاكي تصرف تاني، وقد اعذر من انذر. هو في ايه يا منى؟ مش عارفه حمزه كمل الواجب بتاعك.